هلا والله حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. فدوى لحد يحشش حد تشير. انا لو البس دشداش انتم ما ترضون، فلحد يحشش هذا بلي يا من صاير قديمات. انت تحشش، انا اقول لهم لا تحشش وانت تحشش. المهم ياسر يوم سبحان ما اعرف شكو، يمكن اخطا اي فريت 50000 على ما اقدر اضحك يا اخي، لان عيني مورمه. شفتوها بالستور مال الانستغرام، ما متابعين بالانستغرام بالوصف تابعوني بعدين اسولف لكم الصاير. المهم كتبت لكم اريد المواقف الصايره وياكم بالستور مال الانستغرام، وكتبتوا لي هواي مواقف، اختاريت كم وحده، هواي مواقف ما اقدر اشوفهن كلهن. وقبل ما نبدا الحلقه لا تنسون تخلون لايك. المهم نبدا باول موقف. طبعا انا قايل بدون كذب، بعد ما ادري كذبتوا بمواقفكم او لا، بعد ما ادري انت وضميرك، بس انا اللي اشوفه كذب راح اقول لك انه هاي كذب. ما اقدر اضل بقلبي. اول موقف بالباص انا وصديقتي، وفي واحد حط مكياج، هذا علم المثليه مو هذول، الله ياخذكم. اي والله سهله، يعني الله خلق لك بنيه ايش بيك؟ وقلت الصديق تحط مكياج احسن من ايش طلع من لبنان. ايه هذول هم من يطلعون برا ما ادري ليش يستفحلوا. الموقف الثاني، فديوم رحت لابو الاسواق، والله العظيم اشتريت ب 7000 اريد ادفع، طلع ما عندي فلوس، والاسواق كان بيها بنات وولد. هذا الموقف والله صدق انا هم اربي، بس انا شمار ما اعرف، اشتريت نستعلى بالكليه وهم كانت بنات وولد، لان هو تعرف سنتر. اشتريت كاكاواي ما ادري بيش، كان قال لي ب 2000، كفر هي ما ادري يعني. المهم كان ارجعها، قلت حتى لو بنات ارجعها، ما اسوي نفسي فخم. المهم الموقف الثالث، مره مبردتنا خلصت مي فترستها وطلعت ريحه مو طيبه، فاي هاي مال، فقمت خليت نص بطل زاهو، والهوس صار على بالك ديسكو كله فقاعات. بالكل اخر محاضره صديقاتي قالوا يلا نطلع، قلت لهم خلي اجيب الجنطه، كان ادخل واشوف بنيه وولدي. ها مو ياسر يعني بعده صغير، ولا هو يمكن لوت اكثر مني ما ادري. احلى موقف صار وياي انه لقيت حسابك وبتضحكني وبتغير لي مودي، يسعد لي قلبي. لا انت هذا احلى موقف، هذا الموقف صدق. موقف خجلني انه سلمت على واحد وكلهم سمعوا وهو ما سمع، ما ادري غلس الله اعلم، لا غلس. سلم على مجموعه بعضهم يغلسون بعضهم يردون السلام. بالمدرسه قبل لا يدق الجرس للصف اجيت اركض اصيح بنات اليوم ام رياضيات، ما هي الحمد لله طلعت ام رياضيات بالصف. هاي هم صايره وياي، ادخل عبالي ما اكون يعني المدرس، فالمدرس القاه قاعد ويا الطلاب هاي مني قاعد يراقبهم. مره جايه انت شنو سالفتك؟ شو ما سالفتك؟ يلا اوكي نكمل. مره جاي امشي بالليل وظليت امشي الى ان وصلت البيت، موقف ما انساه بحياتي. فاني مضحكة والله تسالي بلوك. مره قعدت ارقص على حركات بيس باي تبع بي تي اس وهي فيها اثارات بالجسم، وخاله وراي قاعد يقول خال ايش بيك يا. فد مره فتت اسبح نسيت المنشفه برا، دا اصيح امي تجيب لي اياها، طلعوا اصدقاء ابويا يمنا وانا صيح يا فضيحه الفضيحه. امي طبب الخطار وانا ممدد مثل الطين. مره جاي اقلب بلين استضايج وكان القى عبد الله ناشر ستور، نسيت الضوجه ونسيت. لا انتم ايش تخجلون والله العظيم. والله من كنت صغيره ضربت ابن عمي سكين، وهم زين لحق على المستشفى، ولحد الان ندمانه والله العظيم. سكين يعني هاي ايش بالشقه، مو يعني عركاتكم على شنو؟ رمان دبيت لي اياها طقت بوجهها. رحت للمول، اجى ولد قال لها ممكن صوره، قلت له اي تفضل. كان يقول لي لا اختي قصدي مو صوره وياك، قصدي انت تاخذي لي صوره، انا وجهي صار احمر. انا ما اعرف اذا كذب او صدق، بس مبينه يمكن صدق. هاي نسبه الصدق بيها 60 هي. بالغلط دخلت على ابوي وهو استغفر الله. الله موقف يفشل من كنت صغيره، قلت للمعلمه ذي والله العظيم باع قبل، كانت المعلمه مرات ما قلها ست، اقول لها خاله لو عمي، والله يمكن مرتين سويتها. مره قلت للمعلم ست. موقف تقعد من النوم تلقى الشخص اللي تحبه ناهي علاقتك بيه وناشر انه ما ارتبط وانت ما تعرف. اي عاد اكو هواي حيوانات حبيبي، يعني لا تستغرب. قبل رحنا كربلاء وانا متعوده اقرص الزائرات، وكان اقرص وحده وطلعت لي لبنانيه، صحت شو هذا؟ انا ما اعرف اذا هاي صدق، بس شنو المتعه اللي تقرص الزائرات هسه؟ شنو المتعه ان اقرص دخيلك ربي؟ شنو المتعه ان اقرص بشر؟ شنو هاي المتعه؟ ما ادري. المهم اكو ناس دزوا لي رسائل لان سوالفهم طويله، فاختارت يمكن رسالتين، وهاي وحده من المواقف اللي جتني بالرسائل. مره كنت بالسوق ودا امشي حتى ادخل بالمحل، كانت الباب مالته زجاج ونظيفه،
بحيث ما شفت وانا طخت بيها وفوقها والله العظيم هاي يمكن عالفتنا كلها لطخت باي الباب من تكون نظيفة كلش وهيك ومندمج واي وتلطخ بقصتك وتمشي اصلا عادي كلش. مرة امتحنا مستاذ الثاني يوم جاب الدرجات فانا وقفت بصفة ودريد اخذ نتيجتي فالاستاذ قال لي رجع لي ورا انا شوي رد فعلي فاشل كان اقول له ليش استاذ خاف تستحي لان انا اطول من والله عيب ما تدري ايش راح يسوي بيك راح يبكيك بالدرجات راح يطلع الغيظ اللي بداخله بيك هو تلقاه منه ضايج اي المهم اللي هنا انتهت مال المواقف. طبعا انا ما اقدر احكي لكم مواقف كلش طويله انا مواقف قصص مسلسل سبع اجزاء مواقفي بس حتى ما اقدر احكي طويلات ما ادري ليش انا اختلف عن الناس انه حتى مواقفي طويله وما ادري شنو ما بينا معنى. المهم هنا انتهى الفيديو كل الشكر على المشاهده ما ادري شلون تتحملون فيديوهاتي ما ادري والله العظيم بس كل الشكر لا تنسون تخلون لايك كان يعجبكم ما يحتاج